نشاهد بالطبع الأهداف الثلاثة التي ميزت هذه المباراة. بدأها الفريق الجزائري في الدقيقة 25 بهذه التمريرة الرائعة من دراجي في اتجاه النقاش الذي دون أن يروض الكرة بالقدم اليسرى يسدد بين قدمي ورجلي الحارس التونسي. يأتي هدف التعادل أيضا من تسديدة قوية رائعة للاعب العواضي في الدقيقة 41 في الشوط الأول بهدف لهدف. وبالطبع انتظر الفريق الجزائري الدقيقة 66 بتمريرة حاسمة أيضا مرة أخرى من دراجي في اتجاه حشود الذي يتمكن من إحراز الهدف الثاني. المرة بتسديدة رائعة جدا تمكن من هزم الحارس التونسي. هدفين إذن مقابل هدف واحد، وبالتالي تمكن